مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول عضو اللجنه التنسيقيه لمسيره العوده السيد زياد محمد. اهلا بكم سيد زياد. بدايه، بعد انتهاء جمعه مستمرون رغم الحصار، ما تقييمكم لليوم والى اي مدى حقق اهدافه؟ يا سيد الفاضل، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام ولجميع الضيوف الكرام. انا لا اعلم، اتمنى ان يكون الصوت مسموع. حياك الله، اهلا وسهلا، اسمعك. نعم تفضل. الله يخليك، اشكرك اخي. بدايه يعني نؤكد والحمد لله رب العالمين، مسيره العوده مستمره، بدات يوم 30 مارس وستنتهي باذن الله بعد تحقيق العوده بشكل كامل الى يافا وحيفا واللد والرمله. هذا العهد وضعناه على انفسنا منذ بدانا التنظيم لمسيره العوده، وسنظل مع هذا العهد وسيظل معنا جميع اللاجئين. مسيره العوده ستنتهي بعوده اخر لاجئ ومشرد بعد من بلده ودياره وارضه التي طرد منها عام 1948 وبعد عام 1948. سيد زياد، نعم سيدي. المحكمه العليا للكيان الصهيوني رفضت الغاء السماح لجنود الاحتلال الصهيوني باطلاق الرصاص الحي على المشاركين في مسيرات العوده. كيف تلقى المتظاهرون هذا الخبر وما اثره على فعاليات اليوم؟ يعني الجيش، جيش الاحتلال، سيستمر باطلاق الرصاص الحي. يا سيدي، بدايه نحن كنا ولا زلنا نؤكد على ان مسيره العوده هي مسيره سلميه، ورغم قرار محكمه ما يسمى بمحكمه العدل العليا في دولة الاحتلال، رغم قرارها الذي يجيز جنود الاحتلال بقتل المزيد من المتظاهرين، إلا أن المشاركين متمسكين بسلميتهم. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هل هذا القرار سيخيف المشاركين؟ أنا أؤكد لك الشعب الفلسطيني لا يخاف. الشعب الفلسطيني بدأ معاناته عام 1948، ولو كان يخاف لما طالب بحق العودة بعد 70 عاما. لكن أريد أن أتحدث فيما يخص ما يسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية. يعني نحن كفلسطينيين لا نراهن إطلاقا على هذه المحكمة. نحن نعتبر القضاء، قضاء الاحتلال بكامله أو ما يسمى بالقضاء الإسرائيلي، هو أداة من أدوات الاحتلال. الاحتلال يعني مشروع متكامل، مشروع سياسي وأمني. إذن هو غير معترف به بالنسبة للفلسطينيين. طيب، إلى أي مدى ترى أن هذا القرار يؤثر أو يؤكد تأثير الحراك الشعبي السلمي؟ وكيف رصدتم هذا التأثير من الجانب الفلسطيني؟ طبعا أخي، مسيرة العودة الكبرى أحدثت اهتزازا كبيرا، سواء على جانب الاحتلال أو على الجانب الدولي، لأنها بدأت تسوق للرواية الصحيحة. الرواية الحقيقية هو أننا أصحاب هذه الأرض، أننا نحن المظلومين، نحن طردنا من أرضنا بقوة السلاح، وأن هذا الاحتلال هو احتلال همجي يقتل الأبرياء، يقتل المساكين، يقتل المتظاهرين السلميين الذي كفل لهم القانون الدولي حق التظاهر السلمي، وكفل لهم أيضا بنصوص صريحة ومتكررة حق العودة إلى بلادهم. أريد أن أذكر نقطة واسمح لي يعني دقيقة. نحن كفلسطينيين يعني طوال تاريخ ما يسمى بمحكمة العدل العليا لا ولم ولن نكون واهمون بأنها ستحقق العدل إلى الفلسطينيين. على سبيل المثال، كل الأراضي التي تصادر في الضفة الغربية وفي القدس يلجأ الفلسطينيين إلى ما يسمى بمحكمة العدل العليا عبر المنظمات حقوق الإنسان والمنظمات القانونية، وفي كل قضية رفعت بهذا الخصوص أجازت محكمة ما يسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية للاحتلال بمصادرة هذه الأراضي. محكمة العدل العليا أجازت سابقا للجيش الإسرائيلي وخصوصا بعد الانتفاضة الثانية باغتيال النشطاء الفلسطينيين، وكان القرار واضح دون أن يشكلوا خطرا، لأنها اعتبرت منطقة غزة والضفة الغربية منطقة حرب، وهذا خروج مطلق عن القانون الدولي. محكمة العدل العليا أجازت إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة. فتاريخ طويل من الانتهاكات التي تقوم بها محكمة العدل العليا باسم القانون، والحقيقة أن هذا قانون أعور، يعني هذا قانون ظالم، ولكن ضمن تشكيلات الاحتلال، ضمن الديكور الذي يريد الاحتلال أن يروج لدولته، أن عنده قانون وعنده محكمة عدل عليا. سيد زياد، إذا سمحت لي، الآن هناك تنظيم لأسطول الحرية القادم من دول أوروبية إلى مدينة غزة لكسر الحصار المفروض على المدينة، على القطاع، منذ 11 عاما. تاريخ الكيان الصهيوني مع هذه السفن، مع القوافل التي تأتي لكسر الحصار، تاريخ دموي إذا صح التعبير. ذكرى طبعا، تتذكر حضرتك سفينة مرمرة التركية التي تم الاعتداء عليها وعلى من كانوا على متنها، وغيرها من حوادث أخرى حدث بها انتهاكات. هل تتوقعون أن تنجح
هذه الخطوة من أسطول الحرية هذه المرة من أجل كسر الحصار؟ سيدي يعني أسطول الحرية أو أسطول العودة، لأن أحد السفن تم تسميتها بسفينة العودة، هو تحرك جيد وتحرك إيجابي لمحاولة فك الحصار. لكن نحن نتحدث عن قضية الحصار، قضية كبيرة جدا، من المهم جدا أن يكون تحرك في كل المجالات، من بينها أسطول الحرية وأسطول العودة. لكن للأسف مع تغول هذا الاحتلال وعدم احترامه للقوانين الدولية وعدم خوفه من المجتمع الدولي، والحقيقة وتخاذل المجتمع الدولي والصمت العربي أيضا والدعم الأمريكي لهذا الاحتلال، نحن نتوقع كالعادة أن يقوم الاحتلال بمهاجمة هذه السفن، أو على الأقل بتغيير مسارها إلى دولة الاحتلال ومن ثم اعتقال النشطاء. رغم ذلك نحن نرحب جدا بهذه الأفكار ونرحب جدا بهذه المشاريع، ونعتبر هذه المشاريع تطرق جدار الخزان لرفع الحصار الظالم على قطاع غزة وعلى السكان المدنيين في قطاع غزة. سيد زياد محمد، عضو اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.